كل الستات بتجيب معلوماتها عن وسائل منع الحمل، يا إما من صحابها أو من السوشيال ميديا، وساعات بتبقى المعلومات دي مش صح وغلط تماما. إزاي كل ست تعرف إيه المناسب ليها من وسائل منع الحمل وتهتم بتنظيم الأسرة؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة مع دكتور وائل إبراهيم، استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم، والمستشار الإقليمي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة. إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. للأسف إحنا كستات بنقعد نقول إحنا عارفين كل وسائل تنظيم الأسرة، لكن على أرض الواقع إحنا مش عارفين حاجة خالص. ده حقيقي. نبدأ معهم كده نقول إيه وسائل تنظيم الأسرة؟ طيب، الخطوة الأولى اللي أنا هقولها دلوقتي هو أصلاً إزاي بيحصل الحمل، علشان بناء عليه هنعرف إحنا إزاي هنقدر نمنعه. تمام. إزاي بيحصل الحمل؟ هو في تناغم من هرمونات معينة بتحصل في غدد في المخ. الغدد دي لما بتنزل الهرمون بتاعها عند مستوى معين بيحصل التبويض. التبويض ده لما بيحصل بعديه ب 14 يوم يا إما يحصل الحمل يا إما لأ. إيه اللي بيحصل؟ إنه البويضة دي بتروح لغاية الأنبوبة عند المرأة، وبعدين لما بتحصل العلاقة بينزل السائل المنوي، والسائل المنوي ده بياخد رحلة طويلة جدا من عنق الرحم إلى جسم الرحم إلى الأنبوبة علشان يحصل الالتقاء بالبويضة ويحصل إخصابها، وبعد كده بتنزل الجنين ده داخل الرحم عشان يستقر. ده كده الحمل بيحصل ازاي؟ دي رحلة الحمل. نمنعه ازاي بقى؟ نمنعه من اول ما احنا بنمنع التناغم الهرموني اللي بيحصل في خلايا المخ، لان احنا نوقف التبويض اصلا، ما يحصلش التبويض اطلاقا، الى انه نمنع الالتقاء اللي بيحصل ما بين الحيوانات المنوية والبويضات. ودي ابسط وسيلة لتقسيم ادوية او كل التجهيزات بتاعت منع الحمل. تمام. منع الحمل ليه كافيتيريا كبيره جدا، ليه وسائل كتيره جدا، اسمها كافيتيريا فعلا لان هي فعلا كافيتيريا، هي حاجه كتيره جدا، وكل ام او كل مستفيده او كل منتفعه ليها الحق في اختيار الوسيله اللي هي تقدر تتعامل معاها او تقدر تكون مرتاحه في التعامل معاها. تمام. الوسائل بقى بدءا من راس منع الحمل، سواء كانت اللي فيها هرمون واحد او اللي فيها هرمونات كتير، أو اللولب اللي ممكن يكون داخل الرحم، إلى الواقي الذكري أو الواقي الأنثوي اللي ناس كتيرة ما تعرفش عنه حاجة وهو أكيد رائع جدا، إلى الوسائل الموضعية اللي هي الحاجز أو الغطاء الأسفنجي أو الأسفنجة بتاعة المهبل. حاجات كتيرة جدا جدا، كافيتيريا فعلا كبيرة جدا لمنع الحمل، هدفها إجمالا هو منع الالتقاء اللي بيحصل ما بين الحيوان المنوي والبويضة علشان نقدر نمنع الحمل. لما الست بتقرر إن هي هتمنع الحمل وهتنظم، اول ما بتروح للطبيب لازم يطلب منها شويه تحاليل او يعمل لها كشف محدد عشان يبقى عارف ايه نوع وسيله الحمل المناسبه ليها. طبعا في فحوصات كامله لازم يتم اجراءها، لانه في موانع لاستخدام وسائل منع الحمل، يعني في بعض الاصابات او بعض الامراض اللي بتمنع ان انا اقدر استخدم وسيله معينه لانه هتبقى ضاره عليها. وطبعا هو لازم يكون وسيله منع الحمل المناسبه لازم يكون فيها امان، لازم تستخدمها بأمان، ولازم تستخدمها وهي مرتاحة، ما ينفعش تستخدمها وهي مرهقة أو تعبانة، ما ينفعش الوسيلة تكون وسيلة مؤذية بالنسبة لها، يعني لازم تكون الوسائل فيها اشتراطات معينة أهمها أنها تكون آمنة بالنسبة لها. وبالتالي علشان تكون آمنة لازم نعمل مجموعة من الفحوصات عشان نتأكد من عمل الوظائف للحمل بيحصل إزاي، لأن زي ما أنا ذكرت من شوية في ناس ممنوع عليها أساساً استخدام وسائل منع الحمل. للأسف طبعاً دي بتبقى مشكلة جامدة. طبعاً. تعالى يا دكتور نبدأ ناخد الوسائل كده زي ما حضرتك قلتها من الأول. يلا بينا. وهقول لك وجهة نظري بقى كأم، وبسمع الكلام كتير على السوشيال ميديا ومن صحابي، حاجات منها صح حاجات منها غلط، وحضرتك بقى صحح زي ما انت عايز. يلا بينا. دايما يقولوا لنا انت هتاخدي حبوب هيجيلك اكتئاب، هتتخني، هيبقى مودك وحش، هتبقى عندك آلام كتيرة جدا بالذات في منطقة الثدي، وهيجيلك نفس الأعراض بتاعة الدورة الشهرية مع إنها مش موجودة طول الشهر. ده صح ولا غلط؟ طيب هو غلط، هو مش صح، هو اللي كان بيحصل ده كان بيحصل في الأول فعلا في الفترة الأولى، لأنه كانت الهرمونات في الفترة دي مع الأسف عالية جدا، نسب الهرمون داخل أقراص منع الحمل كانت عالية جدا. دلوقتي اللي بقى يحصل أنه نسب أقراص الهرمون بقت أقل كتير، وبقت مناسبة يعني بتحاكي الطبيعة، بتحاكي الطبيعة يعني شبه اللي بيحصل في جسمك بالشكل العادي.
تمام. وبالتالي ملهاش اي تاثير سلبي عليكي على الاطلاق وانت بتستخدمها او اي ام وهي بتستخدمها ملهاش اي تاثير سلبي عليها، بشرط زي ما قلنا قبل كده انه الفحوصات بتاعتها تسمح باستخدام هذه الوسيله. اكيد. وبالتالي الاقراص ما بقتش تجيب اكتئاب لان هي نفس الهرمون بنفس النسبه اللي موجوده عند الام في حياتها بشكل طبيعي، وبالتالي ما بقتش تجيب اكتئاب، ما بقتش تجيب سرطانات لانه كمان كان يعني مشهور عنها، كان برضه بيشيع عنها كده. مظبوط. وبالتالي ما ينفعش انها تجيب اورام او سرطانات. هي ببساطه شديده جدا الاقراص منع الحمل بتدخل بديل عن الهرمونات الطبيعيه اللي بتطلع من المبيض، وبالتالي بتوقف عمل المبيض او بتوقف النشاط اللي بيطلع من المبيض. المبيض ليه وظيفتين، انتاج الهرمونات وانتاج البويضات، وقفوا ما بقتش يشتغل الاثنين لانه في عامل خارجي مساعد لينا بره. تمام. المثل ببساطه عشان انا لما باجي اشرحه عشان تبقى الدنيا سهله قوي، احنا بقى عندنا عربيه فما بقيناش نروح مشاورنا مشي. العربيه بالنسبه لنا بقت حاجه طبيعيه، ما بقتش حاجه غلط. بالزبط. لان احنا احساسنا بيها طبيعي، ما مش حاسين ان نفس حاجه. نفس قصه الحبوب، نفس قصه الحبوب، احنا بناخد الحبوب دي بديل عن الاقراص اللي موجوده داخل اجسامنا، وبالتالي هي مش ازمه او مش ضرر بالنسبه لنا. طيب هي العربيات بتعمل حوادث؟ طبعا العربيات بتعمل حوادث. هي دي اللي انا كنت اقول لحضرتك، اللي بينسى حبايه بقى، هي دي بيحصل حوادث كتير طبعا علشان الاقراص منع الحمل. أكيد. اللي بتنسى حبايه، بتنسى حبايتين. الكلمه الشهيره اللي كانت قالتها رحمه الله عليها السيده كريمه مختار، أشهر داعية لاستخدام وسائل منع الحمل رحمها الله، الست دي كانت بتقول لو نسيتي الحبة لازم تاخدي الحبة في ميعادها فورا، يعني أول ما تفتكريها تاخديها. لما بتاخد الحبة خلاص الموضوع بالنسبة لها كده انتهى. ده بالإضافة إلى أنه ممكن ننسى أسبوع كامل، يعني نسيت الحبوب وافتكرت بعد أسبوع. على فكرة ده ما بيبقى خارج عن إرادتها، أنا بتكلم السادة الرجال لأن السادة الرجال عادة بيكونوا دايما عندهم مشاكل في النقطة دي، أو دايما بيحصل خلافات من هذه النقطة، هم بيرموا من دماغهم القصة تصرفي امنعي بالطريقة اللي طبعاً تعجبك. فيعني لما بيحصل حاجة زي كده للأسف هو بيجيب اللوم عليها، لا الحقيقة هي غصب عنها فعلا. هي من أعباء الحياة أو الأعباء اليومية اللي هي بتقوم بيها، طبيعي أنها تنسى الأقراص وممكن فعلا تنسى لمدة أسبوع. طيب نسيت لمدة أسبوع هنعمل حل؟ هيبقى فيه أقراص منع الحمل الطارئة، دي حاجة طارئة كده بنقدر نستخدمها لفترة مؤقتة علشان تمنع حدوث حمل في هذه المرحلة لو إحنا نسينا أو كنا بنمارس العلاقة بشكل غير محمي. غير محمي يعني ما فيش أي وسيلة من وسائل منع الحمل بتستخدم بشكل فعال خلال هذه الفترة. اللي أنا فهمته إن الأقراص دي أو الحبوب بتاعت منع الحمل معتمدة على السايكل أو الدورة بتاعت التبويض. صح. طب أفترض إن واحدة دلوقتي عندها دورة شهرية مش منتظمة، تمام، هتكون الأقراص فعالة بالنسبة لها؟ أول خطوة هنعملها زي ما اتفقنا إن احنا هنعمل لها فحوصات وتحاليل عشان نقدر نعرف المشكلة فين أساسا، وبعد كده نبتدي نكمل على موضوع الأقراص. فلو كانت التحاليل بتاعتها الأولية تسمح باستخدام الأقراص، الأقراص لوحدها هتخلي الدورة تنتظم. تمام. لكن احيانا بتخفي بعض الامراض، يعني مثلا زي تكيسات المبيضين. لو واحده عندها تكيسات المبيضين ما ينفعش ابتدي بيها الاقراص منع الحمل قبل ما اول ما تتجوز، قبل ما تنجب اول مره. ليه؟ لانه تكيسات المبيضين اساسا عائق في طريق حدوث الحمل، وبالتالي مهم جدا ان احنا ننتبه على الحركه دي ونبعد عن الاقراص الهرمونيه عشان لا نؤثر على الخلل الهرموني الموجود عندها، ونحاول نستخدم وسيله اخرى. اللولب بانواعه بقى، احنا زمان كنا بنسمع النوع العادي اللي هو بيجيب نزيف اغلب الوقت. صح. وبتلاقي دايما اغلب الستات في الفئه العمريه بتاعت من اواخر العشرينات للثلاثينات كلها عندنا انيميا بسبب الموضوع. صحيح. نعمل ايه؟ نعمل ايه نحل؟ هو بيبقى اكتر حاجه امان بالنسبه للست. بصي، هو طبعا برضو اكتر حاجه امان هو ومثل ان هو بتنسى خلاص. اكيد اكيد. هو اكتر حاجه امنه فعلا وسهله الاستخدام، وزي ما قلنا انه في اشتراطات معينه للوسيله المناسبه لكل امراه. اكيد. اللولب من الوسائل السهله جدا بالنسبه للناس كتير، وبالتالي مهم جدا ان احنا هنرميه او هننساه مش هنفكر فيه، لكن مهم ان احنا نعمل له فحص دوري على الاقل مره كل سنه عشان نتاكد ان هو مناسب. مره كل سنه؟ نعم. هل حضرتك تعرف ان الستات بتحطه بثلاث اربع وخمس سنين ولا في دماغها؟ للاسف. للاسف. وانا دوري هنا، انا جاي هنا النهارده علشان كده ارحموني بقى علشان اقول يعني احنا بنوعي الناس انه فعلا ده غلط، المفروض ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده، والمفروض ان احنا نهتم بانه الوسائل يتم متابعتها، لانه في الاخر ده جسم غريب خارج جسمك، فيعني ما ينفعش يكون في جسم غريب خارج جسمك وبرضه احنا سايبينه ومش مهملين فيه ومش بنقرب منه. أكيد. النقطه الثانيه انه ظهرت انواع كتير طبعا، دايما الابحاث بتتواصل علشان نقدر نخلي حياه المراه دايما احسن. أكيد. ودايما اسهل، وبالتالي الابحاث نتجت عنها لولب متركب عليه هرمون. نعم. وواحد تاني متركب عليه بعض الأدوية اللي بتقلل حدوث النزيف، واحد تالت متركب عليه مواد أخرى بدل النحاس كانت تستخدم الذهب واستخدم الفضة. كل الحاجات دي الهدف منها
انه نقلل معدلات الالتهاب اللي ممكن يحصل داخل بطانه الرحم. هو في التهاب؟ في التهاب بيحصل داخل بطانه الرحم نتيجه وجود الجسم الغريب. اكيد جسم غريب موجود داخل بطانه الرحم، فطبيعي انه يحصل التهاب، لكن الالتهاب ده التهاب عامل شبه انا لما اخبط في الباب مناخيري هتلتهب، لكن في الاخر مفيش ميكروب موجود في هذه المنطقه. أكيد. هو نتيجه الخبطه. بالتالي نفس الشيء اللولب وجوده بيعمل التهاب، لكن الالتهاب ده مش بكتيري او مش مفيش فيه ميكروب هو اللي عامله، وبالتالي سهل جدا انه يحصل منه النزيف. طبعا المتابعات الدوريه بتحاول تخلينا نوصل لمرحله انه ما يحصلش مننا هذا النزيف. أكيد. وزي ما قلنا انه في اشتراطات معينه لكل وسيله لازم كل ام تكون متابعاها، يعني لازم الوسيله اللي بتستخدم تكون فيها امان وتكون في سرية وهو في خصوصية تامة، ويكون عندها معلومات كاملة عن الوسيلة، وليها حرية الاختيار إذا كان تقبل تستخدم هذه الوسيلة أو لا. أكيد. ده بالإضافة إلى أنه لازم تبدي رأيها، أنا استخدمته وحصل كذا، من حقها علينا أن احنا نحترم رأيها في استخدام الوسيلة، وأنها تضمن استخدامها براحة وأمان واستمرارية في الاستخدام. بمناسبة بقى أن هي تعمل الموضوع ده وهي مقتنعة وراضية، نعم. اغلب الستات عندها بالذات اللي لسه مخلفين اول طفل ليهم عندها ذعر من فكره ان انا احط لوب. نعم. الموضوع هيبقى مؤلم جدا، ده انا بعمل كانها عمليه او حاجه. صح. وانا صاحيه ليه دايما في المعلومه المغلوطه دي بين الستات؟ بصي، لانه المعلومات بتوصل للاسف من مصادر زي ما حضرتك ذكرتي في الاول، وشكرا ليكي على المقدمه الرائعه دي، انه فعلا السوشيال ميديا هي اللي عامله الاساس في الموضوع. بالتالي طبعا. الناس بتاخد معلومه من مصادر غير موثوق فيها، فوصلت لدرجه انه جاني في العياده من تقول انه احنا بناخد الرحم ونروح اوضه ثانيه خالص، يعني انا خدته في ايدي ومشيت وبعدين بدكك جواه اللولب وبعدين برجعه لها تاني واركبه، يعني فاهمه وصلت الى هذا المستوى. يعني طبعا هو مع الاسف المراه بتنقل باحساسها مش بتنقل بمنطقيه، فلما بتنقل باحساسها بتنقل الاحساس اللي بتتخض بالظبط، فهي حست ان الموضوع كان مؤلم جدا وانها صوتت فبتنقله للناس، فالناس بتاخد مع ان الموضوع اكيد بسيط. الموضوع بسيط جدا، مش محتاج كل الدوشه دي اطلاقا، بالعكس. أكيد. هو الموضوع بسيط جدا وسهل جدا، واستخداماته زي ما قلنا هو استخدامات بسيطه جدا، وزي ما قلنا احنا لازم نستخدم الوسيله براحه وامان، فهي لو ما كانتش بتوفر لها الراحه خلاص ممكن نستخدم وسيله ثانيه. طبعا هنرجع نكمل مع حضرتك كلامنا عن بقيه وسائل منع الحمل بس بعد ما نطلع فاصل ونرجع لكم، خليكم معانا. متجوزين بقالكوا كام سنة؟ قول. 7 سنين. 8 سنين. الإجابة الصح إيه طيب؟ أنا طبعا. 4 سنين. 5. ما قلتيش ليه؟ ما هو قال بقى. مش فاكرة شكلي. لا مش لازم أفتكر. 8 سنين. أنت فكرتي إنجي؟ كتير قوي. بقالنا 14 سنة. عندكوا أولاد وعندهم كام سنة؟ ولد عنده 3 سنين. بنت وولدين. 5 سنين وسنتين وسنة ونص. عندنا ادم 3 سنين، فريده وكارما 10 شهور ونص، بنوته عمرها 6 سنين. عندنا 5 اولاد، الاولاني عنده 14 سنه، وبعدين 2 توأم عندهم 12 سنه، وبعدين 2 توأم برضو صغيرين عندهم 5 سنين. اين ذهب تنظيم الاسره؟ راح فين التنظيم؟ هو ما راحش. انتوا اتنين. هو على فكره احنا منظمين جدا، احنا كنا نقصد ننظم بس التنظيم ده في وشنا. قبل ما تكتبوا الكتاب رحتوا عملتوا الكشف الطبي اللي المفروض بيتعمل للازواج اللي خلاص كاتب كتابهم قرب؟ روتيني. كشفتوا ولا ما كشفتوش؟ انا كشفت. وانت؟ وانا لا ما كشفتش. اطمنتي ان كل حاجه تمام؟ تمام، كان كله تمام. بس ده كان كله ورق، يعني ورق، لكن ما كشفتوش كشف؟ لا فعلا. خالص. خلفتوا اول طفل ليكوا بعد قد ايه بالظبط من الجواز؟ خلفنا بعد 3 شهور، وبعدين سقط، وبعد كده جبت التاني بعد سنه. ليه كنتي مستعجله؟ يعني كان نفسي احس بقى احساس الام والطفل وكده. يعني كنتوا مانعين اول فتره ولا لا؟ كنا متفقين ان احنا هنأجل فتره. بعد الولد الاولاني قررتوا انكم هتمنعوا الحمل شويه ولا لا؟ طبعا. ايه اللي حصل؟ سنتين للدكتور؟ فرقنا سنتين. بعد السنتين ده انت اللي قررتي تروحي للدكتور وتبطلي منع الحمل اللي بتستخدميه؟ يعني هي شويه مشاكل كده صحيه ادت ان الواحد يترك الوسيله اللي كان بيستخدمها. تمام.
تمام. ربنا اراد وحصل الحمل التاني برضو مش مقصوده. اول لما اتجوزتوا كان الاهل بيزنوا عليكم ان يلا لازم نفرح بيكم ولازم بيبي ولا لا؟ اكيد بس مش زن يعني بتاع ناس كتير يعني عادي. لا هو ما فيش حد يعني اتدخل في الموضوع ده ولا حد زن، هو احنا يعني او انا بالاخص انا اللي كنت مستعجله جدا يعني. والدي طبعا كان بيقول لي انتوا ما بتخلفوش ليه، طب روحوا اكشفوا. ده على سنه يعني. ما بين البيبي الاولاني والتاني قد ايه وقت؟ سنة وثمان شهور. التاريخ ده كان مقصود منكم ولا هي جت غلطة؟ لا لا لا، احنا كنا عاملين حسابنا اصلا على 6 سنين بعد الجواز. حلو. فحملت بعديها بالظبط بسنة وثمان شهور. اتفقتي مع الدكتور على الوسيلة المناسبة ليكي ولا انت كان عندك اقتراحات من حاجات سمعتيها من ناس تانية؟ لا هو انا كان عندي يعني كان عندي اقتراحات، كان في من تجارب الناس اللي حواليا طبعا، ماما، الناس القريبين مني، ولما قلتها للدكتور لقيتها هي الانسب ليا يعني، طلعت هي المناسبه ليا يعني. تحسي ان هو متعاون في حته تنظيم الخلفه دي يعني، لو عليه حاجه المفروض يعملها هتحسي ان هو هيقف جنبك في حاجه زي كده ولا لا؟ لا هو واقف جنبي جدا، هو اصلا مش عايز تاني الحمد لله على كده. هو كده كده قرار يعني خلاص، ثلاثة بتالي كويس مناسب. طب الفترة اللي انت كنتي بتتركي فيها الوسيلة ما كنتوش بتعملوا احتياطاتكو عشان ما يحصلش حمل؟ هو على فكرة في الفترة دي كان الدكتور بيقول مش هيحصل حمل، كان بيأكد ان مش هيحصل حمل. بيأكد ان خلاص اللي يعني لازم نريح شوية عشان خاطر ايه كده كده الامور الصحية مش هتنفع يعني، لكن الحمد لله ربنا بيكرمنا بتوأم كمان. طب انتوا اتخضيتوا طبعا لما عرفتوا ان انت حامل صح؟ الحمل التاني انا جالي هستيريا عند الدكتور اول ما عرفت، فلقيته بيقول انت حامل في توأم، جالي صدمه غريبه. وانت حسيت بايه ساعتها؟ نفس الهستيريا اكيد والله. انا لو رحت معاها مره للدكتوره والدكتوره قالت لك بص هي مش نافع معاها هي موانع حمل، فاحنا هنعتمد عليك. ما فيش مشكله بمنتهى التعاون. طبعا. الله عليك، شوف مش لازم يروح معاكي دايما، ما تحبكيهاش انت كمان. رجعنا لكم تاني وهنكمل حوارنا مع دكتور وائل ابراهيم، استشاري امراض النساء والتوليد وعلاج العقم والمستشار الاقليمي للاتحاد الدولي لتنظيم الاسره. وصلنا لمرحله حلوه في وسائل منع الحمل، عايزين نكمل لهم بقى. فاضل علينا وسيله مهمه جدا او وسيلتين مهمين جدا، هي الوسائل الموضعيه. احنا قطعنا الطريق، هنقطع الطريق تمام. ما بين وصول الحيوان المنوي لغايه ما يقابل البويضه. تمام. نقطع الطريق ده ازاي؟ في وسائل بقى كتيره، منها الواقي الذكري ومنها الواقي الانثوي. وبالمناسبه الاثنين دول عندهم حاجه تانيه جديده اسمها الحمايه المزدوجه. يعني ايه؟ يعني دول بيمنعوا الحمل وفي نفس الوقت بيمنعوا انتقال العدوى ما بين الشخصين الزوجين علشان ما يحصلش انتقال للعدوى من المصاب الى السليم. ودي نقطة مهمة جدا بنستخدمها احنا كتير الحقيقة في عياداتنا. حاجة كمان، وسائل تانية زي الاسفنجة، سفنجة كده صغننة بتتحط داخل المهبل، عليها مادة قاتلة للحيوانات المنوية وبتمتص السائل المنوي وخلاص بتترمي بعد كده. تمام. غطاء لعنق الرحم بيقفل عنق الرحم، ليه اشتراطات معينة بس بيقفل عنق الرحم على مدار 3 أسابيع وبعدين بيترمي. حاجز بيتحط عرضي في المهبل علشان تحصل علاقة تحتي، وبالتالي هو بيمنع وصول الحيوانات المنوية. شايفة كلهم بيمنعوا وصول الحيوانات المنوية. بس هل الحاجات دي سهل استخدامها بالنسبة للسيدة؟ لا، الحاجات دي مش سهل استخدامها، محتاجة ثقافة محددة، محتاجة تدريب معين، محتاجة استمرارية كمان، لأنه دي يعني نقطة مهمة. ممكن تظبط مع سيدة وما تبقاش سهلة مع سيدة. طبعا لانه ليها طريقه للاستخدام، بندرب الزوجين عليها علشان يقدروا يعرفوا هم هيستخدموا الوسيله دي ازاي، لكنها صعبه مش سهله. حضرتك قلت جمله عايز اخدها منك. يلا بينا. بندرب الزوجين. نعم. عمليه تنظيم الاسره من وجهه نظر حضرتك عمليه لازم تبقى مشتركه ما بين الزوج وزوجته؟ طبعا هي عمليه لازم تكون مشتركه ما بين الزوجين، لانه في الاخر هو القرار هياثر على الاسره كلها، سواء كان القرار بتاجيل الحمل او القرار بحدوث الحمل. في الحالتين ده بياثر على صحه الاثنين، فطبعا لازم هيكون في تاثير. بما انه في حاجه هتاثر على الرجل سواء سلبا او ايجابا، يبقى لازم يشارك في القرار ولازم يشارك في التنفيذ، وده كمان مهم جدا انه التنفيذ امر مهم جدا انه يكون الزوج مشترك فيه وعارف يعني دوره ايه او المفروض واجباته ايه علشان يقدر يخلي الوسيله دي تنجح. نفترض ان اتنين دلوقتي بيتفرجوا علينا مقبلين على الزواج. نعم. بدانا نشوف اتجاه شويه الشباب الحلوين اللي لسه بيتجوزوا، احنا عايزين نعيش حياتنا كام سنه وبعد كده نفكر في الخلفه. هل وسائل الحمل اللي اي بنوته دلوقتي سمعتها معانا ممكن هي تقرر تختار اي واحده منهم وتبدا تمنع الحمل في بدايه الجواز من غير ما تروح تعمل كشف او تتاكد ان هي وجوزها سلام؟ لا، مع الأسف لازم الأول تروح للطبيب تعرف منه بعض المعلومات المهمة.
انا اكتشفت انه موضوع الثقافه في هذا الموضوع مش موجوده اصلا للاسف، وبالتالي هي هتتجوز اه، بس هي اخر معلوماتها عن الجواز الفستان الابيض والبوكيه اللي هترميه على صاحبتها بس دي اخر معلوماتها، لكن هي ما عندهاش معلومات تانية بعد كده، وبالتالي مهم ان احنا ندربها على معلومات تانية تتعلم ايه اللي هيحصل بعد فستان الفرح، هيحصل ايه، علشان تبقى فاهمه حياتها ماشيه ازاي في الفتره اللي جايه، وتقدر تخطط وتختار بشكل مظبوط. وبالتالي عشان تقدر تختار لازم تكون الاختيار بتاع اختيار واعي، واعي مبني على معلومات، لازم تكون عندها كمية من المعلومات كبيرة تقدر بناء عليها تختار الوسيلة اللي تناسبها بالاشتراك مع الطبيب بتاعها، لازم الطبيب بتاعها يشاركها انه دي وسيلة تنفعها او دي وسيلة ما تنفعهاش، تنفع او ما تنفعش بناء على معلومتين مهمين، سهولة الاستخدام بالنسبة لها والاستمرارية طبعاً، طبعاً، والنقطة الثانية أنه لا تؤثر على حياتها بعد كده الإنجابية. أكيد. طيب لحد دلوقتي برضو بنسمع ليه يا بنتي تقعدي تفكري في منع حمله وتروحي تكشفي قبل الجواز وتفولي على نفسك أنت وخطيبك، ما أنتوا كويسين بعد الجواز لو عدى سنة سنتين ما خلفتوش نبقى نتكلم، ده صح ولا لازم نكشف نتأكد ان احنا صحيا كويسين؟ بصي لازم نكشف الاول، لانه كمان في اتجاه عام في الدولة دلوقتي للفحص للمقبلين على الزواج مع أكيد. الاسف زي ما قالوا من شوية انه الفحص للاسف هو ورقي فقط للاسف، احنا محتاجينه يفعل بجد، محتاجينه فعلا يطلع الامراض اللي موجودة، لانه فعلا كتير مننا بيبقى عنده حاجات هو مش عارف انها أكيد. موجودة عنده اصلا، وبالتالي لما بتتلحق او بتتعالج قبل طبعاً. الجواز بحاجة طبعاً. بسيطة او علاج بسيط الدنيا بتمشي اصلا طبعا يعني. بيكون الموضوع ابسط كتير ونقدر نوصل للنتيجه اللي احنا بندور عليها بمنتهى البساطه، لكن في كم من الامراض موجود دافين للاسف جهلنا بيه، احنا مش عارفينه، وبالتالي لاننا مش عارفينه فجاه بنسمع اخبار انه فلان تعب فجاه وفلانه تعبت فجاه، هم ما تعبوش فجاه، هم تعبانين بقالهم كتير، بس لكن مش بيكشفوا بشكل دوري. بالظبط. في كده يا دكتور مجموعه من الاطفال جيل كده موجود نصه جه في اكذوبه بتاعه انتوا في السيف بيريد او انتوا في الفتره الامنه فبراحتكم، هل في حاجه اسمها فعلا فتره امنه ممكن الست تمنع الحمل بيها، ولا دي اكذوبه كده يعني جابت اجيال كتير قوي في المجتمع حوالينا؟ لا هي مش اكذوبه، هي حقيقه فعلا، هو فعلا في حاجه اسمها فتره الامان نقدر نحسبها. نعم هي نقدر نحسبها فعلا، لكن مع الاسف احنا حساباتها معتمده على تاريخ اول يوم دوره، وبالتالي الحساب ده معتمد على انتظام الدوره، مع الاسف الدوره الشهريه أنا قلت في الأول إزاي الحمل بيحصل، فعلقنا على الدورة وقلنا إنه تناغم هرموني بيطلع من المخ، ده بيتأثر كتير بالضغط العصبي، بيتأثر بالسعادة المفرطة، بيتأثر بحاجات كتير جدا على فكرة أكيد. وبالتالي التأثير ده ممكن يغير مواعيد التبويض، وإحنا مش عارفين، إحنا ماشيين على الحسبة النمطية. طبعا هو أحيانا في بعض الكتب قالت إنه ممكن نتعامل بوسيلتين، يعني نستخدم فترة الأمان ونتأكد من إفرازات عنق الرحم إنها إفرازات خاصة بالتبويض، ده كلام كتير قوي على الناس عشان تقدر تستخدمه، يعني صعب عليهم، صعب جدا أكيد. استخدامه الحقيقة وطلعوا كيتس، طلعوا حاجة كده بتقدر تستخدمها الأم الصبح عشان تتأكد إذا كان جالها تبويض ولا هي غالية جدا ومش متوفرة، فالموضوع بالنسبة لهم بقى مش منطقية، يعني إن هي تطبق مش منطقية، فأصبح إنه الوسيلة دي هي وسيلة لمنع الحمل لكن في ظروف معينة، يعني زوجين مقبلين على الزواج، السؤال التقليدي اللي احنا بنسأله هيحصل مشكلة لو حصل حمل في الأول؟ لو الإجابة لأ خلاص ده رزق من عند ربنا، أوكي دي وسيلة بالنسبة لنا لطيفة جدا نقدر نستخدمها، مفيش قلق منها خالص، وإذا يعني حصل حمل بقى ساعتها حصل حمل هو كده ولا كده هم يعني موافقين عليه. طبعا لازم نبقى فاهمين إنه أي وسيلة من وسائل منع الحمل ليها نسبة فشل، ده طبيعي، يعني مهما كانت الوسيلة حتى أقراص بتاعت منع الحمل حتى اللولب ليه نسبة فشل، نسبة الفشل 1% في كل الوسائل تقريبا، نسبة الفشل دي مع الأسف الناس مش بتبقى فاهماها، فاكره ان احنا بنسمع النسبة دي مرعبة بالنسبة للأمهات اللي عندها كذا طفل. أكيد أكيد للأسف. الأمهات اللي بتسمعنا بتردع دلوقتي، نعم بيقولوا كده حاجة دكاترتهم بيقولوها لهم، أنت بتردعي ما تقلقيش ولا تفكري في منع حمل ولا كلام من ده، دي جه منها أجيال كتير، دي جه منها برضو أجيال جنب الأجيال الثانية بتاعت السيفيري، دي نقول لهم إيه بقى؟ يعني حضرتك تنصحهم تقول لهم إيه؟ بصي ده مش أمان إطلاقا إطلاقا، لأنه مع الأسف المعلومة الشهيرة اللي أنا هحطها في ودن كل أم دلوقتي إنه التبويض بيرجع قبل رجوع الدورة، يعني التبويض بيبدأ يظهر من غير ما يكون في بيريود، التبويض بيبدأ الأول وبعدين الدورة الشهرية، الدورة الشهرية تبدأ تحصل، وبالتالي التبويض ممكن يحصل في خلال الستة أشهر الأولى بتاعت الرضاعة وهي مش عارفة،
فيحصل الحمل وهي كمان مش عارفة وفاكرة نفسها انها ما زالت بترضع نظيف زي ما المصطلح بيتقال فعلا. نعم. وبالتالي هتلاقي نفسها انها واقفة فعلا في مفترق طرق انه فجأة بقت لقيت نفسها في الخامس حتى مش في التالت. لكن هي ممكن تروح تقول للدكتور بتاعها انا دلوقتي برضع ويكتب لها وسيلة حمل مناسبة لفترة الرضاعة. طبعا كل الوسائل الموضعية اللي احنا كنا قلنا عليها دي آمنة وسهلة الاستخدام اثناء فترة الرضاعة من ناحية. ومن ناحية تانية يمكن ده الاهم كمان انه في اقراص احادية الهرمون مخصوصة لفترة الرضاعة ممكن تستخدم لهذه الفترة، زائد ان اللوالب بكل انواعها ممكن استخدامها في هذه المرحلة. اخيرا يا دكتور، ايه اللي بيعود على الام لما بتنظم الاسره وبتاخد فتره راحه ما بين كل طفل والتاني وتحاول ان هي تكتفي بطفلين عشان صحتها؟ طيب بصي، انا هقول لك على معلومه صغيره كده واكيد انت هتفهميني منها. دلوقتي احنا هنطلع ناطحه سحاب 100 دور. ناطحه السحاب ال 100 دور دي لو انا فضلت اخدها دور في دور في دور في طبعا هتعب، لازم هتعب. صحتي مش هتجيب كل ده، وبالتالي انا اطلع مثلا 15 ادوار وارتاح شويه، واطلع 15 ادوار وارتاح تاني شويه. تمام. الراحه دي هي اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي المفروض تبقى حوالي قد ايه ما بين كل طفل وطفل؟ بصي، الرسمي هي حوالي سنتين، اللي هي تدي الطفل الاولاني اللي اتولد حقه الكامل في اول سنتين من عمره والرضاعه. بالظبط. والحب والحنان وحاجات من هذا القبيل مهم جدا. وبعد كده تبدا تفكر تحمل. نعم. طفلين كفايه احسن لصحه المراه؟ طبعا اكيد. اكيد، واحسن لحاجات كتيره الحقيقه، كمان في وضعهم الاجتماعي في هذه الفتره. أكيد. لانه الاطفال الكتير دلوقتي بقت ارهاق او بقت عبء اكتر منه دعم للاسره زي ما كانوا فاكرين قبل كده. اكيد. دكتور وائل، حضرتك نورتنا ومبسوطين جدا لوجودك معانا. ربنا يخليكي، شكرا جدا. وكده نبقى وصلنا لنهايه الحلقه، ومش بس الحلقه، احنا كمان وصلنا لنهايه الموسم الثاني من ماما دوت ام. اسابيع من التحضير وايام تصوير وسفر ولقاءات وفريق عمل كبير جدا، بذلنا كل مجهودنا عشان نحاول نغطي موضوعات مهمة لكل أم وكل أسرة وحتى اللي لسه مقبلين على الجواز. ونشكر كل اللي تابعونا وكل اللي تفاعلوا معانا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، وإن شاء الله هنبذل مجهود أكبر عشان نناقش مواضيع أكتر تهم كل أم وكل بيت مصري. مشاكل الأمومة ملهاش نهاية، ولو الأم مدرسة خليكوا فاكرين ماما دوت أم هو المنهج. أشوفكم على خير إن شاء الله.